bothering me this morning. I have like a pinch almost like going like down here too. Not to start complaining, oh, but I God. Haven't slept well in 3 nights. My eye looks so tired. بس صدقني والله على الطبيعة مختلف تماما عن الكاميرا. طلعت ممثلة بعد مو بس رسامة. نستقبل معنا اليوم في الاستوديو الفنانة التشكيلية ماريا ميان، فنانة غير تقليدية. يسعد لي صباحك ماريا. يسعد صباحك، نورتينا. الله يسلمك. ايش الحركات هذه؟ ما شاء الله تمثيل وفي مرح، وانا فعلا احنا جربنا يعني قبل الكواليس انه السعادة والإيجابية موجودة. هذا تعودنا انه احيانا يكون في انطوائية عند الرسامين، انت عندك الشيء هذا مختلف، ليش؟ اول شيء انا حبيت اخرج عن النظرة التقليدية عن الرسامين لانها غير صحيحة. اوكي. الشيء الثاني حابة انه الفن مش بس يختزل في لوحة، يكون موجود في حياتنا الواقعية، وكيف اطلعه للناس؟ اطلعه بهذه الطريقة. الناس تحب انها تكون انها تشوف اشياء تضحك، تحب انها يعني تتفاعل مع الشخص اللي قاعد بيعطيها مش بس لوحة او الوان او رسمة، لا بيعطيها كمان تمثيل وبيعطيها قصص من يومه. معناها اللي يتابعك على السوشيال ميديا حيشوف محتوى ثاني غير الرسم، صح ولا لا؟ طبعا. طيب نبغى تعرفين المشاهدين عن نفسك بس بطريقتك الخاصة. اوكي. ماريا ميان، فنانة تشكيلية ونحاتة. أحب أنه أعبر عن الفن يعني بطريقة الشخصية، بأنه يكون الفن مش بس شكل أنت تشوفه تشعر فيه. لما تشوف الألوان تحس أنها بتكلمك، لها صوت. فهذه كانت فكرتي من البداية، أنه أنا لما دخلت السوشيال ميديا أو حاولت أني أنا أكون نشيطة في السوشيال ميديا وأظهر الفن للناس، أنه ما بيكون بالطريقة التقليدية بس لوح صامتة. أنت ما حتشوف اللوحة أصلاً بشكلها الحقيقي إلا لما تروح جاليري، ما حتشوفها في السوشيال ميديا بالطريقة هذه طبعاً. لكن لما تشوفها بطريقة فنية أو بتشوفها يعني في مراحل عملها، بتحس أنه أنت عشت القصة تبع الفنان في اللوحة. طيب. يعني أنا ماني في يعني قوة الملاحظات في ستايل البنات نقدر نقول، لكن أنت اليوم لابسة لبس كمان في نوع من الرسم. أوكي. إزاي للدرجة هذه متعلقة في الرسم؟ مؤمنة أنه الفن مش زي ما قلت لك ما يختزل في لوحة، هو يكون لايف ستايل. حلو. واللبس هذا أنا لما أجي أرسم أنظف السكين والفرش فيه، فكل فترة يكون عندي لبس مختلف، يعني زي كذا إصدارات. أوكي. يعني أنت بسويتك كذا يعني؟ أيوة، وقت الرسم خلاص أنا أقعد أنظف السكين والفرش في نفس هذا. يا سلام. فهو يا سلام. جزء من رحلتي الفنية. طيب خلينا نتكلم عن اللوحة اللي أنت الموجودة معنا في الاستوديو. لوحة جميلة جدا، الكل أثنى عليها الموجودين عندنا في الاستوديو. حطيتي فيها نوع، دائما أنا عندي قناعة أنه الرسام هو اللي يعرف يوصف لنا يعني هذه اللوحة. إيش توصفي لنا من اللوحة هذه؟ أول حاجة الأرنب الطاووس. الطاووس يعبر عن الثراء. حلو. واللون الأزرق لون فخم. فأنا حابة أني طبعاً هي كوليكشن على فكرة، اللوحة هذه كوليكشن من عدد من اللوحات، فحبيت أني أعبر عن الثراء وعن الجمال برضو. لما أنا أشوف ألوان الطاووس قديش هو يشعرني بالجمال، في عمل ما بين الطاووس والسيدة. طبعاً ملامح السيدات دائماً تكون جميلة، المرأة عموماً كامل. بس أنا شايف حركة الأصبع هذه الصامت، يعني أص أو شيء، هذه نشوفها احتفالات اللعيبة لبس. ليش حطتها هنا؟ إيش مقصد؟ تعبير. تعبير. وعلى فكرة دائماً يقول لك المعنى في بطن الشاعر، المعنى في بطن الفنان. مش بالضرورة يكون كل شيء تفهمه في اللوحة، لا زال في قصة وراء القصة. يعني كل واحد يفهمها بطريقته. انا طبعاً. فهمت ان يعني البنت إن تقول سكت الطاووس يعني. هذا كقراءه للمشهد انا عندي. انت لك عندك قراءه ثانيه، وبعدين انت ارتبط كل رسماتك واللوحات اللي انت ترسميها بالمراه، ليش؟ لان المراه جميله. جميله في كل حالاتها، والمراه دائما معبره عن الحياه، هي اللي اصلا هي ام، هي زوجه، هي اشياء كثير في الحياه. ف أنا دائماً بعبر مش بس بجمالها، لا بعبر برضو بأشياء أخرى، بشخصيتها. فدمجت بينها وما بين الحيوانات اللطيفة هذه الجميلة اللي تعبر عن الشخصية هذه. طيب يعني أنا شفت حسابك كاتبة فول تايم أرتست في الانستغرام، يعني برأيك الفنان الحقيقي لازم يقضي وقته دائماً بالرسم؟ يكون متفرغ؟
لا مش بالضرورة، لأنه الفن هو ملجأ، مش يعني مش بالضرورة إنه يكون الشخص لازم يشتغل هذه وظيفته الأساسية، بس أنا اخترت هذا المجال إنها تكون وظيفتي الأساسية، لكن هي ملجأ لبعض الناس. هواية. هواية. يس. هي يعني عندك هواية الحين؟ هي كل شيء، هي هواية. هي حياة. أوكي. الفن حياة بالنسبة لي. يعني هواية وحياة. يس. حلو. لوحتك هذه خلينا نأخذها كمثال. كم أخذت معك وقت بالساعات يومياً؟ أوكي. وكم المدة اللي أنهيت فيها اللوحة؟ طيب اللوحة هذه تقريباً أخذت معايا في اليوم من 4 إلى 5 ساعات، والأيام تقريباً من ما بين يومين إلى 3 أيام تقريباً. ممتاز. طيب أطول فترة مرت عليك ما رسمتي كم يوم؟ أوكي. طيب تقريباً شهرين إلى 3 شهور. وكنت مرة يعني روحي جيعانة للألوان والخطوط. يا سلام. طيب يقولوا إن أنت تعطي كورسات وعندك تدريب لبعض المواهب نقدر نقول والشغوفين في الرسم، مين اللي تقدمي لهم هذه الرسائل نقدر نقول، وليش اتجهتي لهذا الاتجاه؟ الصراحة كثير من الناس عندهم الشغف من الطفولة، لكن أمور الحياة وقفتهم، أخرتهم شوية عن الفن. فأنا أقدم الوركشوبس حقتي والكورسات للناس المحبين أصلاً، واللي ما لقيوا ملجأ لهم، ما لقيوا مكان أو شخص يعلمهم الفن بطريقة أخرى غير اللي تعلمناه في المدرسة، غير التلقين، غير إنه هو بس حصة فنية ونروح ننبسط فيها. لا، هو حاجة، هي حياة أخرى، هي شيء أنا أقدر أشرد من العالم الخارجي له. ممتاز. فأنا علمت أو أعطيت تقريبا 92 دورة، وعندي أكثر من 1800 متدرب في كل السعودية، سواء سيدات أو رجال من جميع الأعمار، من الأطفال ومن الكبار. كانت دوراتي عبارة عن أساسيات، عبارة عن اكتشاف الفنان أصلا، نحت ونجارة وإعادة تدوير، أشياء كثير في الفن مش بس رسم. ممتاز. طيب على اللوحة الأخيرة قبل أن أختم معاك، أنه أنا طبعا من بعيد شفتها أرنب، لكن بعدين لما شفتها طاووس. علاقة الحيوان في لوحاتك، وخاصة أنا شايف في الفترة الأخيرة كثير يحطون رسمات للحيوانات، إيش هدفك من رسم الحيوانات؟ أول حاجة الحيوانات موجودة معنا في الكوكب، أول شيء. الشيء الثاني التركيز على الحياة الفطرية، زائد إنه الحيوانات فيها صفات زي القوة، زي ما قلت هنا الثراء، زي الإحساس اللي يعطيك يعني الجمال اللي أنت بتشوف فيه لون ألوان الحيوان وزي كذا الريش. فحابة إني أدمج بينها وبين البورتريه. طيب إيش هو ميان كورنر؟ ميان كورنر هي قوة ناعمة مؤثرة، عبارة عن 3 أخوات، إحنا كلنا فنانات، نقدم الفن بطريقة مختلفة للناس اللي حابين إنهم يلاقوا مكان يحتضن الفن والفنانين، عبارة عن أدوات فنية، براندات سعودية من الألوان واللوحات، نقدمها للفنانين بطريقة أخرى. يا سلام. إحنا نشكرك ماريا، شكرا.